السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، خوتي خواتاتي، مرحبا بكم معنا في القناة، قناة نواغي بروني الطبخ. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة إن شاء الله. اليوم كما كتلاحظوا غادي نوجدوا لي كريب مالحين أو لي كريب صالي بحشوة لذيذة وطريقة لي سهلة وسريعة. بالنسبة للمقادير عندنا جوج فرماج مثلث، عندنا كونسيرف صغير ديال الشامبينيون اللي قطعناه طريفات صغار وقطرناه من قبل، عندنا 4 ديال المعالق كبار ديال دانون مسوس، عندنا كورجيتا صغيرة وخيزوة صغيرة حكيناهم في حكاكة رقيقة من قبل، وبصلة كبيرة اللي شلضناها. بالنسبة لصلصة الدجاج عندنا 300 غرام حتى 400 غرام. بالنسبة للعطية عندنا معلقة صغيرة ديال الخرقوم، الملح حسب الذوق، ومعلقة صغيرة ديال البزار ما تكونش عامرة بزاف، 4 الوريقات ديال ورقة سيدنا موسى، نص معلقة صغيرة ديال سكينجبير، ومعلقة صغيرة ديال التحميرة. بالنسبة للزبدة 2 معالق كبار، و3 الفصوص ديال الثوم، و2 معالق كبار ديال زيت العود. من بعد كنشعلو على المقلة ديالنا، عافية ليا تكون شوية مهيلة ما تكونش طالعة بزاف، وكنضيفو المكونات ديالنا تقريبا كلهم. بالنسبة للزبدة راه ضروري ديروها لحقاش كتطلق واحد البنة زوينة وكتخلي الحشوة تكون ميد ما تكونش ناشفة. ملي كنضيفو العطرية كنقصو شوية على العافية وكنسدو على المقلاة ديالنا بالغطاية ديالها ونخلوها بشوية على المهل باش بلا ما نضيفو الماء نخلو الخضيرة تطلق الماء ديالها وطيب شوية عليها. بعد ما الخضرة كيدخل مع الطياب شوية وكتنزل كتهبى كنضيفو الدجاج ونحركو مزيان ونخليو حتى هو يدخل مع الطياب. نحاول الشامبينيون والفروماج والياوخت ما نضيفهمش من الاول. انا كنضيفو الشامبينيون ونخلو شوية عاد باش نضيفو الفروماج ونضيفو الياوخت مسوس ديالنا. انا كنبداو كنحركو ما كنغطيوش المقلة باش كتشرب لاصوص هذيك المياه ديالها وكتكون على هذا الشكل هذا في الاخر. بالنسبه للكريب انا تعمدت نطيب وحده قدامكم باش غير تشوفوا بان واحد الجهه ما خصهاش تطيب، يعني كطيب غير واحد الجهه وهذيك اللي مازال غتحمر في المقله تبقى بحركه خضراء من الفوق. هنا كنبداو نصايبوا المثلثات ديالنا بهذه الطريقه هذه. كنكونوا خلطنا ديجا شويه ديال الدقيق والماء باش نبداو نلصقوا به. الطريقة دي سهلة وبسيطة. ملي كنوجدو لي كريب ديالنا كلهم كنطرقوهم على جنب باش نبداو نعمرو الحشوة. اوكي، ولو عندنا جيوبة او دي بوش بحال هكدا اللي كنعمروهم بالحشوة وكنلصقوهم عاود من الطرف بشوية ديال الدقيق والماء باش ما كتبقاش تستنى الحشوة اللي بدينا في القلي ديالهم او في التحمر ديالهم. من بعد ملي كنعمرو لي كريب ديالنا كنكونو ديجا شعلنا على المقلة وسخناها بلا ما تضيفو ليها لا زيت لا زبدة لا حتى حاجة، كتخلوها هكداك على نار متوسطة باش كيتحمرو لي كريب من الوجه بجوج كيما وضح في الفيديو.
هذا هو الشكل النهائي ديال الوصفة ديالنا، أتمنى تكون عجبتكم وتبارطاجوها مع أصحابكم. إن شاء الله نتلقى في فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله.